هذه المسابقة هي المسابقة الأولى، الفعالية الرياضية الأولى في المركز الثقافي بعد جائحة الكورونا. نستضيف 10 أبطال من مختلف المناطق من القدس الشريف وحتى دالية الكرم ودير حنة. كيف المسابقة تقام وفق تعليمات وزارة الصحة بدون جمهور؟ طبعا بالنسبة لجائحة الكورونا احنا بنتقيد بتعليمات وزارة الصحة بدون جمهور. احنا في الواقع عم نحضر لأسبوع الثقافي في قرية حرفيش اللي هو راح يمتد من 11/4 حتى 17/4، اللي فيه فعاليات لمدة أسبوع كامل اللي بيشارك فيه جميع الأجيال من روضات الأطفال حتى الكبار والشيخوخة. كمجلس في قرية حرفيش احنا بنشكر قناة هلا على تغطية الحدث، ونتأمل انه يكون هذا بداية خير لأحداث أخرى وفعاليات أخرى في المستقبل. حقيقة مركز الثقافي اللي عندنا كان فترة طويلة غير فعال لعدم وجود مدير لقسم الثقافة والتربية، ولكن في الفترة الأخيرة تم تعيين شاب اللي اسمه شنان اللي يدير قسم الرياضة، وهي أول فعالية بتكون عندنا. أنا الحقيقة فرحت كثير وانبسطت كثير بوجود أبطالنا هزاي، يعني الحقيقة أنا تفاجأت، وخاصة من حرفيش. ومثل ما تفضلوا وقالوا قبلي إنه الكورونا هي كمان أحد الأسباب اللي منعت وجود جمهور كبير هون اللي يحضر هاي الأمسية، يعني شيء الحقيقة بيثلج السطر. يعني عندكم اليوم في حرفيش أبطال من القدس، من الريني، من دالة الكرم، يعني الحقيقة من كل الوسط العربي، من القدس حتى الجليل حتى الكرمل حتى كل عرب إسرائيل. كيف شايف المسابقة؟ الحقيقة مبادرة جيدة جدا، وما مثل ما قلت أنا تفاجأت على قدرات، في عنا قدرات وفي عنا رياضيين اللي يعني أنا شخصيا ما كنتش عارف عنهم بالمرة، إنه في أبطال من هالنوع، يعني اللي يرفعوا أثقال على مستوى عالمي، هذا إشي الحقيقة مفاجأة كبيرة بالنسبة لنا. إحنا بنتمنى النجاح وتكرار هاي الأمسيات في حقل الرياضة، في أقسام رياضة أخرى ثانية يعني، ونتمنى التوفيق ليكون إحنا علم مرتفع ينير في المنطقة كلياتها. أول إشي مرقنا فترة صعبة، سنة صعبة كثير بوباء الكورونا، وهذا الإشي رجع المتسابقين لورا كثير وقت، وإحنا كثير مبسوطين، إحنا كثير مبسوطين حاليا بأنه إجوا لعنا من القدس، من العاصمة، من الريني، من دالة الكرمل، من حرفيش، متسابقين لهوني على حرفيش بالمركز الثقافي لإقامة وإجراء هاي البطولة، منشان إحنا نتقدم خطوة لقدام. عمري، كيف أثرت جائحة الكورونا على رياضة رفع الأثقال؟ هذا الإشي رجعنا كثير لورا، وبالأخص عالم الرياضة. عالم الرياضة هو خسر كثير بالأموال وخسر كثير بالرياضة هاي، لأنه ما كانتش النوادي الرياضية مفتوحة، وما كانش في مجال إحنا نقدم ونحضر حالنا للمسابقات هاي. لذلك أنا بتأمل إنه اتخطينا هاي الخطوة ورحين نتقدم لقدام. أطلب وأتوجه للمتسابقين جميعا، العقل السليم بالجسم السليم. إحنا مستمرين ونستمر في تحدي هاي الرياضة، كل بعده أجسامنا وعقلنا وجسدنا بطوعنا ومنقدر نتقدم بهاي الرياضة. ما توقفوش، تابعوا المجال أكثر من وباء الكورونا، ما فيش، إحنا مستمرين إلى الأمام، ورح إن شاء الله يكون إنجازات أكثر أكثر، ورح نتقدم بهذا المجال.